بسم الله الرحمن الرحيم، تحية جميلة لكم مشاهدينا الأحبة أينما كنتم من خلال برنامج من مسقط تحية. كل أربعاء نلتقي لنروي حكاية تنموية جميلة في هذه الأرض الغالية سلطنتنا الحبيبة من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج مختلفة في مختلف المحافظات وفي مختلف الوحدات الحكومية في السلطنة. أكيد نبدأ قطار برنامجنا وفقرات برنامجنا اللي راح تكون حاضرة اليوم متنوعة ومختلفة. وأكيد محاور كثيرة وفعاليات وأنشطة مختلفة ومتجددة دائما كل أسبوع على هذه الأرض الغالية. برنامجنا هذه السنة راح يكون أكيد مختلف ربما، وفي بعض الفقرات الجميلة اللي نتمنى أن تنال على إعجابكم. في البداية نبدأ مع بدايات البرنامج ونتحدث عن المركز الوطني للصحة الوراثية. خليكم معنا ونتابع هذا التقرير، وبعدها راح يكون حوارنا مع ضيفنا العزيز الدكتور مسلم العريب. خليكم معنا. أثبتت العديد من الدراسات العلمية المعتمدة دور الوراثة المرضية كسبب لحدوث وقابلية حدوث مجموعة كبيرة من الأمراض المزمنة كالأمراض السرطانية وأمراض الخلل العضلي وأمراض الدم الجينية وأمراض القلب ودور الوراثة الدوائية في تحديد الاستجابة العلاجية. وهذا بدوره يهيئ المركز لاختيار الطرق العلاجية الأكثر فعالية والأعلى في نسبة النجاح وتحديد نوع الجينات المسببة الأكثر شيوعا. وهذا يقودنا إلى المراحل الفنية التي تمر بها العينات المأخوذة من المتقدمين لإجراء الفحوصات المخبرية. المرحلة الأولى فحوصات مخبرية لطلب تحليل مخبري كروموسومي أو جيني معين لبيان التشخيص الدقيق للمرض الوراثي، حيث تصل العينات ومكتوب عليها الفحص المراد ومصحوبة باستمارة تحوي كل المعلومات الخاصة بالحالة لتساعد خبير المختبرات في البحث والكشف عن الأمراض والأعراض الخاصة بالحالة والتاريخ العائلي والمرض المحتمل بناء على التشخيص الكلينيكي المبدئي. ويتم تجميع العينات في أنابيب مخبرية مخصصة، ويتم التأكد من العينات وتسجيلها في السجل الخاص. عينات الفحص الكروموسومي يتم تحويلها إلى المختصين في قسم التحليل الخلوي، وذلك لبدء عملية التحليل منها زراعة العينة وعملية تحفيز الانقسام الكروموسومي لتوضيح إذا ما كان هناك خلل في العدد بالنقص أو الزيادة، وهذا قد يكون السبب في ظهور الأعراض أو الأمراض الوراثية أو أنواع السرطان في الدم. إذا تابعنا مشاهدينا الأحبة هذا تقرير عن المركز الوطني للصحة الوراثية وفعالياته ما زالت مستمرة من خلال التوعية المستمرة لكافة فئات المجتمع. دور كبير ورائع يبذله المركز الوطني للصحة الوراثية. خليكم معنا لنروي حكاية هذا المركز مع الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثة المجتمعية والوراثة الجزيئية. دكتور شرفتنا ونورتنا. اهلا وسهلا اخي احمد، بدايه احب اشكركم على هذه الاستضافه ونثمن دور الاعلام في تسليط الضوء على مختلف الفعاليات في السلطنه مما يثري الجانب الايجابي فيها بشكل اكثر فعاليه ان شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه، ومثل ما قلت نحن مكملين لبعض. تابعنا هذا التقرير مع المشاهد الحبيب بعض الجزيئات للمركز، ولكن المركز يحتاج لحلقة كاملة تفرد له لدوره الإيجابي وخاصة الأمراض الوراثية والنسبة للأسف الشديد معانا المرتفعة في هذا الموضوع. نتعرف على المركز بشكل عام دكتور مسلم. وحقيقة المركز الوطني للصحة الوراثية هو تتويج لجهود مضت على مدار العقد الماضي. حقيقة بدأت هذه الجهود بتفعيل دراسات استطلاعية لمعرفة حجم المشكلة،
ومن ثم بناء استراتيجيات تنفيذية للتعامل مع هذه المشكلة أو المعضلة المرضية ألا وهي الأمراض الوراثية. فالمركز هو نتاج لكل هذه الجهود، أسس ليكون الواجهة الفعالة للتعامل مع معضلة الأمراض الوراثية من ناحية تشخيصية ومن ناحية علاجية ومن ناحية تأهيلية أيضا. جميل جدا. فالمركز أخي أحمد يقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية. نعم. مجموعها تؤدي هذه الوظيفة اللي ذكرناها. خلينا نتعرف على الأقسام. نعم. أقسام المركز. القسم الرئيسي طبعا هو قسم المختبرات. وقسم المختبرات ينقسم إلى قسمين، قسم ما يسمى بالسايتوجينيتكس وهو القسم الذي يتعامل مع التشخيص الكروموسومات في الخلية من ناحية تركيبية ومن ناحية تشريحية. أما القسم الثاني فما يسمى بقسم المولوكولار جينيتكس وهو يتعامل مع التشخيص الجزيئي لمكونات الجينات وتحديد العطب الذي حصل في الجين المسبب للمرض المراد دراسته. طبعا في أقسام كثيرة معنا في قسم المختبرات، وهذه الأقسام تفعل على حسب الحاجة والإمكانيات المستقبلية بخطط موضوعة مسبقة حقيقة. فعندنا أجهزة حديثة بدأت ترد للمركز تساعد في تأدية هذه الوظيفة. الوظيفة الرئيسية هو أهمية التشخيص. إحنا لنتعامل مع المرض بشكل ناجح لابد أن نشخصه بشكل دقيق. صحيح. طبعا بجهود من وزارة الصحة وعلى رأسها جهود معالي الوزير الدكتور أحمد السعيدي، كذلك بدعم مباشر من سعادة وكيل الوزارة الدكتور محمد الحوسني حقيقة اللي دائما نجد منهم كل الدعم ونجد منهم كل التوصيات وتنفيذ ما نرتئيه من أجل جعل هذا المركز أكثر فعالية. القسم الثاني هو قسم العيادات. عندنا عيادات تخصصية. احنا أخي أحمد معظم الأمراض اللي نشوفها حاليا اكتشف أن لها مسببات وراثية، بمعنى أن في أعطاب جينية تؤدي إلى ظهور العرض المرض الخارجي. فالتعامل معها سابقا كان تعامل يعني يشوبه بعض النقص حقيقة، لكن بتحديد عملية العطب في الجينات كان العلاج أكثر فعالية. فعندنا مثلا عيادات متخصصة في الإرشاد الوراثي وهي تقدم عملية الإرشاد الوراثي اللي يساعد العوائل للطفل المصاب في التعامل مع هذا المرض، وبالتالي تنمية القدرات المناسبة لهذا الطفل من أجل رفع جودة الحياة، كذلك تقديم مساعدة للأسرة. فالإرشاد الوراثي له أهمية كبيرة ويشمل جميع الأمراض الوراثية. عندنا عيادة متخصصة في متلازمة داون. متلازمة داون حقيقة أخي أحمد معضلة كبيرة. صحيح. ويجب التعامل معها من كل النواحي. إحنا عندنا حالات كثيرة من متلازمة داون، نسعى في المركز من أجل وضع بروتوكول علاجي بدأنا في تنفيذ أجزائه. فتحول إلينا الحالات المصابة بمتلازمة داون لأجل نحطها في هذا البروتوكول. يعني أكرر أيضا من أجل رفع جودة الحياة لهذا المريض وبالتالي الوصول لأحسن النتائج وجعله كذلك فرد منتج في المجتمع وليس عالة. نعم. عندنا عيادات بنفعلها إن شاء الله بنهاية هذا الشهر وهو ما يسمى بالنيوروجينيتكس أو الأمراض العصبية ذات المسبب الوراثي. وعندنا كذلك في خطة مستقبلية لتنمية أو تفعيل ما يسمى بعيادة الكانسر جينيتكس اللي هي خاصة بالأمراض السرطانية. نعم. أما القسم الأخير وهو المهم ما يسمى بالوراثة المجتمعية وكذلك قسم التعليم المستمر للكادر الطبي من أجل رفع المستوى العلمي ورفع كذلك الوعي العام بماهية الأمراض الوراثية وتحديث المعلومات، لأن هذا العلم أخي أحمد ما يميزه إن التحديث مستمر وكثير. صحيح. حقيقة ويجب أن نكون إحنا في الصورة دائما. فيقوم هذا القسم التعليم المستمر بهذا الشيء. الوراثة المجتمعية إحنا دائما نقوم بحملات توعية ضمن خطة مبرمجة، لأن المرض الوراثي أخي أحمد ما يميزه انك لا يعني ما في علاج يشيله من جذوره. صحيح. وبالتالي صحيح. اللي تقدر تسويه هو مساله الوقايه. صحيح. فالوقايه قائمه على توعيه الناس بماهيه هذا المرض. كيفيه التعامل معه وكيفيه تجنب حدوثه. جميل. وهذا احنا ما نسعى له. وهذا الدور يعني يقودنا الى سؤال اخر دكتور مسلم، يعني دور المركز الدور الاساسي والمهم في الحد من تنامي معدل الاصابه بالامراض الوراثيه. نعم. دوركم في هذا المجال دكتور مسلم. مثل ما قلت قبل شوي أخي أحمد إن التعامل الوقائي معه. نعم. التعامل الوقائي بمعنى رفع المستوى الوعي العام وتوفير خدمة ما يسمى بالإرشاد الوراثي لذوي المصاب. في أمراض إحنا نسميها الأمراض ذات الصفة المترحية، بمعنى أن يكون الشخص حامل للجين وليس مصاب فيه. وبالتالي يكون معاه في الأسرة طفل مصاب أو أخ مصاب أو أخت مصابة مثلا. نعم. فهو لا يدري أنه حامل فيه. فإحنا باكتشاف هذا المرض نجمع العائلة كلها ونعطيهم الإرشاد الوراثي بتعريف المرض نفسه، نسبة توارثه، احتمالية وجوده في الأجيال القادمة وهكذا. فبتفعيل البرامج الوقائية اللي قائمة أساسا على التوعية للمجتمع
كذلك الكادر الطبي العامل في هذا المجال، هذا عنصر جدا مهم. بالتالي احنا نسعى من اجل رفع الوعي العام لاي شخص مثلا عنده في اسرته سمع ان في اصابه تتعلق بمرض وراثي معين ايا كان، يلجا للمستشفيات اللي ممكن تحولنا الحاله هذه، وبالتالي نقدر نوصل للمشكله هذه ونشخصها، وبناء على التشخيص الدقيق نقدر نعطي الارشاد الوراثي المتكامل. وهذا الموضوع المهم والاهم، موضوع يعني فحص قبل الزواج. نعم. واللي يتردد فيها مجموعه كبيره من المقبلين على الزواج. صحيح. دور المركز في هذا الموضوع، ومثل ما تفضلت موضوع تجنب حدوث مثل هذه الامراض الوراثيه، خطتكم المتبعه لاي شخص حاليا يتابعنا، ونبارك لكل المعاريس مقدما لمقبل للزواج مثلا، خطواتكم ربما يكون واحد شاك في موضوع معين، وهي هل هي ضروره او وقايه ايا كان، يعني يمكن يكونوا قريبين من بعض كثير، ربما يكونوا قريبين الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه ربما للزوج والزوجه المقبلين على الزواج. دوركم في هذا الموضوع، هل هناك موضوع السريه؟ طبعا اكيد هناك في سريه تامه. دوركم والنصائح اللي تقدموها للمقبلين على الزواج. طيب، برنامج الفحص قبل الزواج، هو البرنامج هذا حقيقه اتى متزامن مع تدشين البرنامج الوطني للحد من الامراض الدم الوراثيه. نعم. اللي هي اساسا كانت مقدمات لانشاء المركز الوطني للصحه الوراثيه. فالبرنامج الوطني للحد من امراض الدم الوراثيه بدا وشك، ويعني كانت له اثار ايجابيه كثير، وكان برنامج فعلا مستمر في النجاح بفضل الجهود القائمه عليه حقيقه في الوقت الحالي والوقت السابق. الفحص قبل الزواج اسس ليتم الفحص عن ثلاثه امراض دم وراثيه. ولماذا ركزنا على هذا الشيء في البدايه؟ لان هذه الامراض هي الاكثر شيوعا. امراض الخلل الهيموجلوبيني اللي هي مرض الانيميا المنقليه، او ما يسمى بسيكل سيل ديزيز، او مرض الثلاسيميا وهي انيميا البحر الابيض المتوسط، ومرض نقص الخميره، هذه الشيء تشكل نسبه كبيره حقيقه في المجتمع العماني، وبالتالي من المنطق ان احنا نبدا في مواجهه المشكله الكبيره وبعدين نمر على المشكلات الاخرى على حسب توفر الامكانيات وبناء على الاحصائيات السابقه. ففحص ما قبل الزواج يتخصص فقط في الوقت الحالي في امراض الدم الوراثيه. وزارة الصحة وفرت هذه الخدمة حقيقة في المستشفيات المرجعية، وفي خطة على أساس تطويرها إن شاء الله بناء على الحاجة. ففحص قبل الزواج هو ليس فحص إجباري، وإنما هو فحص اختياري. إحنا دورنا في مثل ما قلت لك قبل شوية أخي أحمد، تنمية الوعي العام بأهمية إجراء هذا الفحص. كذلك اتخذنا خطوة ثانية فيما يسمى بالفحص المبكر، يعني تغيير مسمى الفحص قبل الزواج إلى الفحص المبكر، لان الفحص قبل الزواج ارتبط بمرحله قبل الزواج. صحيح. وبالتالي احنا ممكن ندخل في متاهات كثيره. صحيح. صحيح. واحنا يعني مش وحدنا في هذا العالم، دول ثانيه جاره لنا سبقتنا في هذا المجال، وبالتالي نستفيد من تجاربهم. فمثلا في احد الدول المجاوره لما طبق الفحص قبل الزواج اجباري، او يعني القيام بالفحص بشكل اجباري قبل الزواج، وجد ان نسبه كبيره من اللي قاموا بالفحص لم يتبعوا النتيجه، وبالتالي احنا ما وصلنا لشيء. اذا احنا نراهن على التوعيه. والمواطن العماني اخي احمد من يعني معروف انه مواطن ايجابي في التفكير وايجابي في الفعاليه والمشاركه، ومستمع جيد وكذلك قارئ جيد. احنا نراهن على هذه الصفات اللي تميز المواطن العماني عن غيره. بالتالي عمليه التوعيه وتغيير المسمى الى فحص المبكر. يعني في خطط للتوجه لطلبه المدارس مثلا، في عن طريق احنا نروح لهم في اماكنهم ونبدا نتكلم عنه. كذلك في خطط ان في الوزاره اللي هي دائما معالي الوزير حقيقه والطاقم الوزاره بشكل كامل يحثنا على عمليه التوعيه ويؤكد على اهميتها، وكذلك وفرنا الدعم اللي احنا نحتاجه في اي وقت حقيقه. نعم. ففحص قبل الزواج انا انصح معظم الناس المقبلين عليه، وخصوصا اللي عندهم تاريخ عائلي. طبعا هذا اللي احنا داير في الوقت الحالي. هناك انواع كثيره من الامراض الوراثيه. نعم. يصادف الفرد مثلا ان يسمع في اسرته في امراض وراثيه معينه، يعني تشوهات خلقيه مثلا، متلازمات مرضية تم تشخيصها، اللي يحصل إن بحاجة هو إلى إرشاد وراثي ما حصل عليه. هنا يجي دورنا احنا في المركز، يتم تحويل الحالة لنا مثل ما تحول أي حالة. تعرف أخي أحمد المركز الوطني للصحة الوراثية هو تابع للمستشفى السلطاني. صحيح. ويخضع إداريا للمستشفى السلطاني مثل الخطة القائمة حاليا بإنشاء مراكز متخصصة. جميل جميل. فتحول الحالة لنا، وإحنا نحاول قدر الإمكان أخي أحمد أن نسهل عملية التحويل هذه وما نحط لها أي قيود، وبالتالي لما تحول الحالة لنا نجلس مع المريض نتأكد من التشخيص ونقوم بالتشخيص قدر الإمكانيات الموجودة عندنا،
ومن ثم ندعي العائلة أو ندعي الشخص اللي قائم اللي يريد الفحص والشخص الخاطب أو المخطوبة. نعم. نشرح لهم الاحتمالات بناء على التشخيص، بمعنى ان قد يكون احتمال كذا في المية ان ينجب طفل مصاب، واحتمال كذا في المية ان ينجب طفل سليم، واحتمال كذا في المية ان ينجب طفل حامل، ونترك الخيار لهم. ما يتوفر حاليا في المركز هو خدمة الفحص التحليل الكروموسومي الجزيئي، كذلك فحص الجينات بس في امراض معينه، بالذات في امراض الدم الوراثي، وان شاء الله نسعى الى تطوير ذلك من اجل الفحص في امراض في جينات اخرى. جميل. فعمليه الارشاد الوراثي اخي احمد هي اللي احنا نراهن عليها ونرى باذن الله انها راح تحقق نجاح كبير. جميل جدا، موضوع وايد مهم دكتور، وخاصه يعني تغيير المسمى من الفحص المبكر الى من الفحص قبل الزواج الى الفحص المبكر. نعم. انا اريد تروي لي قصة ونسمعها منك ونسمعها مع المشاهد الحبيب، بعض من يتجرأ ويجي معكم للمركز وبالفعل يتبع وصاياكم أو نصايحكم اللي أنتوا خبرتوا إياها، أو في بعض منهم ربما يتردد وما يضرب بعرض الحائط كل ما تقولوه كل ما تنصحوه، لأن هذا راح يهمه طبعا خلال السنة القادمة وخلال السنوات القادمة وحياة حياة وعمر. طيب سؤال جيد أخي أحمد، أشكرك عليه. وفي ناس فعلا أول بداية نشكرهم طبيعي على إنهم أتوا للبحث عن النصيحة والإجراء الفحص، هذا شيء إحنا نثمنه ونشجعه. هناك حالات كثيرة كثيرة أخي أحمد من واقع تجربة شخصية حقيقة، إحنا فقط نقوم بالفحص. نعم. ومن ثم نعطي النتيجة ونشرح عن طريق رسم شجرة العائلة واحتماليات التوارث، وكذلك في وزارة الصحة عاملة كتيبات تثقيفية كثيرة نوزعها عليهم وعلى كل العائلة. نعم. لا نتدخل في القرار، بمعنى أن لا نوجه باتخاذ القرار، لأن هذه حرية شخصية، لكن نعتقد ونراهن مرة ثانية أخي أحمد على أن بالاستماع الجيد وكذلك بالتوعية الجيدة ممكن اتخاذ قرار جيد. جميل. طبعا هذا يعني ما في عندنا نسبة إحصائية، لأن احنا ما قيمنا حقيقة البرنامج في نجاحه، مثل ما قلت لك في احد الدول المجاورة قيمت هذا البرنامج ووجدت ان برغم فحص قبل الزواج الا ان الناس ما زالت لا تتبع هذا الشيء في حالة يكون الزواج يعني دخلت في امور عاطفية اكثر، تدري بالضبط بالضبط. فاحنا راح نستمر على هذا الشيء على الاقل في الوقت الراهن، ونحس احمد ان في بيكون نتائج ايجابيه ان شاء الله كثيره. نعم. بالاستمرار في التوعيه. وبعدين لا تنسى دكتور، انتم ما زلتوا في بدايه الطريق وافتتاحكم كان شهر 11. نعم. امامكم خطوات كبيره، امامكم رؤى لابد انها تضعوها. انتم في المركز حابين نعرف الرؤى والخطط المستقبليه اللي حابين تتخذوها خلال نقول سنه. ثلاث أقسام كلها أخي أحمد اللي خبرتك عنها عندها خطط منفردة موضوعة ممنهجة، لأن بدون خطة وبدون اعتماد هذه الخطة وبدون توفير الإمكانيات لن نتقدم خطوة. فإحنا حريصين في المركز بدعم من معالي الوزير شخصيا وسعادة الوكيل الدكتور حسني على أن ننفذ هذه الخطط. فمن ضمنها خطط التعليم والتوعية والإرشاد بما يسمى بقسم الوراثة المجتمعية. إحنا عندنا فعاليات مستمرة للكادر الطبي من أطباء وممرضين في المناطق في مناطق السلطنة اللي يتعاملوا مع حالات الأمراض الوراثية، نقدم لهم ورش عمل أو حتى ندوات تعليمية مصغرة من أجل تنمية القدرات في إعطاء الإرشاد الوراثي. كذلك عندنا خطط أن نروح للتجمعات المجتمعية مثلا في الكليات الجامعية أو حتى في المدارس الثانوية نتحدث عن ماهية المرض الوراثي. مشكلة المرض الوراثي أحيانا لما يسمع الواحد يحس بكذا بقلق أو بخوف، وهذا غير صحيح، لأن المرض الوراثي هو يعني يختلف بدرجاته بنوعياته، وبالتالي احنا مهم جدا عندنا نوضح ايش معنى وراثة، كيف تنجم، لأنها عملية سلسلة طبيعية. يعني أعطيك مثال، كل فرد فينا عنده مجموعة من الجينات المعطوبة، معطوبة يعني لا تعمل، لكن هناك جينات مماثلة على الجانب الآخر سواء من جهة الأم أو من جهة الأب في نفس الموقع الكروموسومي تغطي على هذه الجينات المعطوبة، بالتالي يوجد في الإنسان الصحيح بعض الجينات المعطوبة. إذن الوراثة لا تتعلق بالظاهر المرضي أو بالتأثير السلبي اللي احنا نراه عند الناس، بالعكس فإحنا نراهن على أن نوضح ماهية المرض الوراثي ونوضح كيفية انتقاله ونوضح أهمية التعامل معه، وهذا ضمن خطط الوراثة المجتمعية اللي خبرتك عنها أخي أحمد. نعم. فعندنا خطط أن نوصل للناس في أماكنهم، نعطيهم توعية عامة، كذلك ننمي الكادر الطبي اللي عندنا في مجال الإرشاد الوراثي، في مجال التعامل مع كيفية تحديد المتلازمات المرضية. جميل. المتلازمة اللي تتعلق بالتشوهات الخلقية، أحيانا
في المناطق تمر بعض الحالات ربما بعض المتلازمات يكونها صفات خارجية شبيهة بالطبيعي أو العكس. فإن لم يكن هناك قدرة لدى الطبيب المختص إما راح يفوت حالات أو راح يشخص حالات غير صحيحة، فهذا دورنا إحنا في العملية هذه. فعندنا في منتصف الشهر القادم إن شاء الله احتفالية نسعى إن شاء الله أنها تكون كبيرة، احتفالية اليوم المفتوح. اليوم المفتوح راح نقدم فيه يعني بعض الوسائل التعليمية المرئية، كذلك راح نعمل جولة داخل المركز في اليوم المفتوح لتعريف الناس بالأجهزة الشغالة حاليا وطموحاتنا في المستقبل، وكيف من تستلم العينة إلى أن تتضح النتيجة في عملية متسلسلة طويلة. احنا بحاجة للناس تعرف هذا الشيء، لأن احنا نراهن إن بالتوعية وبتنمية الوعي العام راح ننجح إن شاء الله. احنا في ندواتنا أخي أحمد مع المجتمع نحاول نشارك الحضور معانا في اتخاذ حتى القرارات، يعني نسألهم ايش ترتأوا مثلا انه ممكن احنا نكون توعيتنا اكثر فعاليه. نعم. فناخذ افكار جيده. نعم. في هذا الشيء، واحنا ساعين باذن الله في هذا المجال، وتفاعلكم كثير جميل سواء في شبكات التواصل الاجتماعي سواء مع الاعلام، ودور يعني صعب خلال الفتره القادمه. نعم. يعني ربما يعتمد على اشياء سابقه، ربما العادات والتقاليد وغيرها وغيرها، ولكن ان شاء الله بجهودكم وبجهود الاخوان في المركز نتمنى لهم كل التوفيق. انا يعني رساله في التويتر عبر صفحتي الشخصيه، ظهرنا احد من الاخوان مقبلين على الزواج، كسؤال اخير حتى ما ننزعله، الان انا مقبل على الزواج وما هي الخطوات المتبعه للفحص قبل الزواج؟ ايش الخطوات اللي انا بحاجه ان اوضح نقطه اخي احمد. الفحص قبل الزواج بعيد مره ثانيه، هو خاص في الوقت الحالي. نعم. بامراض الدم الوراثيه الثلاثه. نععم. وهذا برنامج اوريدي موجود يعني في معظم. طيب وش ايش الاجراءات لازم يروح اي مستشفى مرجعي اقرب. نعم. له في عياده هناك متخصصه يروح للعياده هذه موجوده في المستشفى هذا. نعم. ومفتوح المجال لكل مقبل على الزواج لان احنا نشجع هذا الشيء. نعم. البرنامج حاليا تحت اداره زميل عزيز حقيقه هو الدكتور مهند المصلحي، وقائم بمجهود جبار في هذا المجال. نعم. وناجح يشهد له حقيقة. فأي مستشفى مرجعي أقرب للأخ ممكن يروح له. نعم. إحنا عندنا مثلا هنا في مسقط في منطقة بوشر. نعم. في بنك الدم في عيادة متخصصة لهذا الشيء، كذلك في المستشفيات المرجعية جميعها. وبعدها تطلع النتيجة. إذا فيها يعني مثلا حس الطبيب أنه يحتاج إلى استشارة أكثر يتم التنسيق معنا. نعم. إحنا في إعطاء الإرشاد الوراثي. جميل. طبعا للرجل والمرأة. طبعا. طيب جميل. النقطة الأخرى السرية أخي أحمد. نعم. ذكرتها وهذه مهمة. بشكل عام وزارة الصحة معظم المعلومات الخاصة بالمرضى تعامل بسرية جدا تامة، من أخلاقيات مهنة الطب. نعم. أن تعامل معلومات المريض وكل ما يختص فيه بسرية تامة. وزارة الصحة في عمان من الوزارات المشهود لها في هذا المجال ومجالات أخرى، فالسرية مصانة. جميل جدا. تحية كبيرة للأخ محمد شبيبي اللي يتواصل على التويتر، أسئلتك راح أنقلها إن شاء الله للدكتور مباشرة، وما شاء الله يعني أول ما فتحت المجال مجموعة كبيرة من الأخوان حابين يتواصلوا معاكم إن شاء الله خلال الفترة القادمة. شكرا لهذا التواصل عبر الصفحة الشخصية لي، وتشرف بهذا التواصل للجميع الأخوان لهم كل التحية وكل التقدير. دكتور حوار كثير جميل، وأكيد إن شاء الله راح نكون معكم قلبا وقالبا في هذه المهمة الصعبة والجميلة. كلمة أخيرة حاب تقولها دكتور؟ مرة أخرى أخي أحمد أشكرك وأشكر قناة مجان على هذه الاستضافة، وهذه مش غريبة عليكم حقيقة. الله يعزك. أنتم يعني في قلب الحدث، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. التعاون الإعلامي في مجالنا جدا مهم، احنا نعتمد عليكم في أشياء كثيرة بإذن الله من أجل إنجاح برامج التوعية، وفي النهاية احنا نخدم الصالح العام. بالضبط. تحت القيادة الرشيدة لمولاي صاحب الجلالة وبرعاية معالي الوزير الموقر وسعادة الوكيل. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثة المجتمعية والوراثة الجزيئية من المركز الوطني للصحة الوراثية. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن المشاهدين الأحبة، موضوع كثير مهم وفرصة حلوة لكل المقبلين على الزواج ليأمن حياته المستقبلية، ليكون آمن مع حياة سعيدة وجميلة محفوفة بالحب والمودة والتقدير.